اوه قوم يا اخويا، بقينا العصر. قوم قفلنا سجارة كده نصطبح عشان عايزة اروح الشغل بدري. انا مش هروح معاك المحل تاني يا فتوح. هي البانة في ايه؟ حصل ايه؟ ما خلصنا، احنا راجعين امبارح من الشغل، شغل يوم واحد ب 1500 جنيه. يا ستي روحي انت، انا وجودي معاكي ملوش لازمه. لا ليه؟ وانت عارف انا لو نزلت الصاله لوحدي هتاكل. انت سايق عليا العوج ليه؟ ايه اللي في دماغك؟ اللي في دماغي بيقول لي ما اجيش معاكي تاني. يا ابن الحلال نستند على بعض، وهو اللي يسري عليك يسري عليا. يو بقى يا فتون، انا عندي حفر عايز اردمها، سيبيني في حالي بقى. حفر ايه يا اخويا اللي انت عايز تردمها دي؟ كنش عسلية. هي ممكن تكون بلغت عن قتل الحسن ومسبت الونش. انت صدقت اسبوع العسل اللي عشته معاها ده؟ احنا طبخينه سوا. عسلية عمرها ما حبتك ولا طاقتك ولا شافتك راجل اساسا. حاج صلاح، انا شغلتي نلف في الشوارع ونقابل الناس، يعني بنعرف في البني ادمين. وزينب دي روحها طيبه والله. يا اخويا انا شايف اللي انت شايفه بالظبط، بس قول يعني لو تدي لنفسك فرصه شويه تفكر. افكر عشان يحصل ايه يا صلاح؟ البنت مقطوعه من شجره وقاعده معايا، ايه اللي هيتغير؟ طب هنسال مين طيب عشان نعرف عنها حاجه؟ وبعدين بيني وبينك يا اخويا، أنا ما صدقت إن قلبي مال لواحدة بعد ما رفعت الله يرحمها. بص يا صباح، أنت كلم الحاجة أم صباح خليها تسألها إذا كانت توافق تتجوزني ولا لا. من عينيا بك، واللي فيه الخير إن شاء الله ربنا يعمله. تعدي عليا تقولي هاي باي او جاي؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ زعلان منك ليه؟ يا ساتر، ضربتني على ايدي يعني؟ مثل بيقول محتاج غناجه. انت واخدها على شنبك قوي كده ليه؟ اختي الموضوع ابسط من كده، انت معاك مشروع يكسبك الماز. دي رقاصه شاطره، لو عرفت تدورها كويس هتدخلك في الليله ولا عشر بواكي. مالك متنحرم قوي كده ليه؟ وهتنحرم ليه يعني؟ هو بس الكار ده جديد عليا. انا مفيش حمام. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا، ايه القمر ده؟ ازيك يا فاضل؟ انا كويس. المهم انت يا ابن، طمنا عليك، فينك؟ كان شويه مصالح كده ولازم تخلص. اه المهم الحمد لله على سلامتك. طبعا الحمد لله على سلامتك يا جميل. بس ايه الحاجات الحلوه؟ مين الرقاصه دي يا فاضل؟ دي رقاصه جديده اسمها سلمى، اول محل تشتغل فيه عندي انا. مفاجاه صح؟ ايه ده مفاجاه؟ طب ايه؟ مش عازمك على ويسكي في محلك؟ حبيبي ترابيزتك جاهزه لك، اصطبح وانا هخلص شويه مشاوير كده وجاي لك على طول. صباح الفل. ولا لسه؟ لا ده انا لسه كنت هصلي. طيب انا عاوزاكي في كلمتين. اقعدي. صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. محروس اخو الحاج صلاح عايز يتجوزك. ايه رايك؟ لا اله الا الله.
انا بقالي عندكم بس 3 اسابيع وما اعرفش محروس، وبعدين ده ما بيصليش. يوم وصلني سوق السمك طلبت منه ازور المرسب والعباس، وقام وداني وفضل واقف على باب الجامع وانا كنت مستنيه يدخل يصلي وما صلاش، وكان وقت صلاه الظهر. طب انت مش بتصدقيني، محروس ده مفيش اطيب منه، لو لفيتي الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طيبته. طب ده اللي عمله مع مراته الله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله، ده كان شايلها على راسه شيل. غير كده بقى محروس عنده شقة ملك وعنده تاكسيين، هو مش بعيد عن ربنا، ده قريب منه قوي، بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجة صالحة تدفعه كده وتعدل حاله إن شاء الله. وأنا ما بضغطش عليكي، أنا بقول لك فكري وقولي لي رأيك. هو أنا عايزة أسألك سؤال يا حاج. اسألي يا حبيبتي. هو أنا لو ما اتجوزتش محروس هتزعلي مني؟ لا إله إلا الله. ليه بتقولي كده؟ جوازك من محروس حاجة وحبي ورعايتي ليكي حاجة تانية خالص، وسواء اتجوزتي محروس أو ما اتجوزتهوش أنت بنتي، هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضو بتحبك. ربنا يخليكي ليا يا حاج. اسم الله عليكي يا حبيبتي، لا اله الا الله. ليه يا حبيبتي كده، ده انت زي صباح، ده انت بنتي. ربنا يخليكي ليا يا حاج. حبيبتي ايوه يا راشد انت فين؟ ايوه يا فتون، ابو هناء في الصاله. ابو هناء بتاع المخدرات؟ بجد بجد؟ ايه يا مجنونه، انا مستنيكي بره. انت مال صوتك كده؟ مالك متوتر كده ليه يا اخوي؟ لان سبتي تكونش انت اللي قتلت الونش. ونش ايه وسبتي ايه دلوقتي؟ احنا في مصيبه. اخلصي. مصيبه يا ساتر يا رب. لا على طول يا اخويا البس وجيلك. ثانيه واحده. المدرسة الجديدة فين؟ عايز أقول لها كلمتين، ينفع؟ آه ينفع طبعًا يا سيدي الرجالة. بص هي لسه عندها نبض، هتخلصها وأجيبها لك على طول رقبتها عدة. رسيني يا روشن، بدل ما أنت مجرجرني زي المعزة من الصالة اللي هنا وأنا عمال أقول لك حاضر، نفسي أعرف فيه إيه. ما تقول يا فتون. يا فتون انا خايف عليكي زي ما انا خايف على نفسي. والنبي ده انت ذبح اتنين واخدني على جناحنا وانطق. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مجنونه، لو سمعتنا هتودينا في داهيه. يا نهار ابوك واسود.